اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ تشرف ومنور. وانت اللي منور الدنيا. افتقدتوني النهارده في الملعب. انت اللي افتقدت جون عالمي النهارده. بايه؟ لا لا لا، الفرقه كلها اتثبتت النهارده. احنا بنلعب طبعا في النادي الاهلي في فكابتن شريف يعني بيجيب اجوان وهو واقف. عوضت المباراه اللي خدت فيها الكذب. خدت حريتي النهارده خدت حريتك، جريت يعني. الشوز بتاعي موجود كله تمام. 100 100. كانت ناقصه. كابتن عادل جه ولا ما جاش؟ عادل ما بيجيش، عادل اتفرج عليها فيديو على اليوتيوب. ازيك يا كابتن مصطفى؟ انا كابتن اسلام، اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كان عندك كورونا من فتره خلاص. من فتره يعني، من 20 يوم. من 20 اشتباه يوم. اشتباه اشتباه. لا بس الحمد لله تمام. تمام الدنيا تمام وكله كويس. تمام. مش هخرج لما تبقى تمام. طبعا يعني. وبي سي ارك وكل حاجه. كل حاجه. كل حاجه تمام يعني. كل حاجه مظبوطه الحمد لله. طيب خليني ابدا معاك يا كابتن، وخليني ابدا باللي حصل امبارح الحقيقه. امبارح الحقيقه مؤتمر اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيضع او بيسن سنه عن الفتره القادمه، لانه اول مره تحصل ان مجلس اداره يجيب ايه اللي حصل خلال الاربع سنوات السابقه ويقول للناس انا عملت كذا وكذا 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 وكذا. طبعا زي ما انت اتفضلت وقلت، من الجميل جدا ان يكون في احد رموز النادي الاهلي. نعم. ينجح في رصد التاريخ والمبادئ والتطوير ويكون عند نفس الخطه ونفس الشكل العائلي بتاع النادي الاهلي. فده في حد ذاته نجاح. زياده على كده تقيس البطولات اللي هي بتبقى موجوده على جميع اللعبات اللي بتبقى موجوده. ففي جهد مبذول جدا من رموز النادي الاهلي وقادتهم ومجلس ادارتهم. كل طلبات الجماهير واللي بيحلموا بيه، الناس دي بتشتغل متطوعين على اسعاد الناس دي كلها. مزبوط. متطوعين على ما سبقهم. يعني لو سبق كابتن خطيب استاذ المهندس محمود طاهر، كابتن حسن حمدي، قبل كده في كابتن صالح، في يعني هنخش بقى الفريق مرتجي وهنخش للقاده كلهم اللي كانوا موجودين. عبد صالح الوحش، يعني كل الناس دي نفس المنهج نفس الشكل نفس المفهوم ازاي تقود مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. فما فيش يعني من نجم لرمز لخبرات لكله بيتواصل في شكل واحد اللي احنا بنتكلم عليه، العيله الواحده، في انجاح اسم النادي الاهلي انه بيرفرف عاليا وبينافس اعتى واعلى الانديه اللي موجوده في العالم. فده في حد ذاته نجاح كبير جدا وشكل محترم قوي. الناس كلها بتبقى باصه علينا، يعني الناس اشتكت من نجاحاتنا. الناس دايما الناس دايما بتبص لنا، انتوا على طول في احتفالات وعلى طول من حق النادي الاهلي انه يحتفل ببطولاته. ده احنا متاخرين كمان زي ما كابتن محمود قال. احنا من حقنا نبقى على طول بندي وبنوري العالم كله من هو النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقول كلمته وبيقول اسمه في البطولات العالميه طبعا، في بطوله الانديه العالم. السنه اللي فاتت شفنا وخدنا يعني خبره صغيره كده، الى ان المره دي باذن الله هيكون لنا شكل تاني باذن الله. كابتن عادل اتبسطت وانت بتتفرج امبارح؟ اكيد طبعا، يعني الواحد بيبقى فخور بالنادي الاهلي. عايز اقول لك كابتن اسلام، انا سمعتك وانت بتتكلم على صلاح وبتتكلم على القوه الناعمه بتاعه الرياضه. النادي الاهلي من القوه الناعمه. نعم. بالنسبه لاشتراكه في كاس العالم للانديه وتشريفه لمصر دايما ومكسبه لبطولات افريقيا وافضل نادي في افريقيا وكون انه بيروح يلعب مع الباير وبيلعب في الحته دي، ما هو ده برضه دي قوه ناعمه لمصر يعني. ودي طبعا حاجه جميله. صح. النادي الاهلي اكبر من انه نادي كره وبس، النادي الاهلي كمان بيشتغل في خدمه وطنه وفي خدمه بلده. يمكن انت بتلاحظ انه كل حاجات بتبقى جديده النادي الاهلي بيطلعها. بكلمك في الرياضه يعني، تلاقي هو السباق فيها، هو اللي بيبدا بيها. مزبوط. يعني تخيل انت لما تتكلم على مجلس اداره النادي الاهلي، لو رجعت من قيمه 60 70 سنه تلاقيهم كلها رتم واحد شكل واحد، بيفرق حاجات كتير قوي بينه وبين الانديه الاخرى. انت بتتكلم على سيستم والاشخاص بيتغيروا والسيستم شغال. في الحاجه الجميله انك كمان رموزك هي اللي بتبقى يعني انت بتحترم كبيرك دايما. النادي الاهلي طول عمره بيبقى في واحد كبير وفي كوادر تحته، وفي الكوادر دي بتبقى كبيره. بمناسبه الكلام ده مظبوط صح يا كابتن، لانه حتى انا امبارح استوقفني كلمه الكابتن خطيب وهو بيتكلم عن ان حتى الانتخابات بيبقى لينا كبير طبعا، اللي هي لجنه الحكماء، اللي هو بيقول ان انا كنت واحد فيها في الفتره السابقه ودلوقتي انا بعرض لجنه نفسي على اللجنه، وبالتالي
حتى في الانتخابات اللي هي المفروض ان هي اصعب حاجه في الدنيا وحريه فيها بتلاقي دايما عندك الكبير. لا ما هو انت، ما هو انا عايز اقول لك حاجه، انت خلينا نرجع بالذاكره بتاعتنا لمجالس الاداره الاولانيه من ايام من بعد الكابتن صالح وبعدين الكابتن حسن وبعدين المهندس محمود طار وبعدين الكابتن خطيب. انت بتتكلم على شكل واحد يعني اطار واحد، ولكن مع اختلاف كمان الزمن وبيجي تطوير الزمن. يعني انت بتتكلم على فترة الكابتن صالح غير فترة الكابتن حسن، دي كانت فترة فيها ما فيهاش المادة، ما كانش لسه شغالة، ما فيش اقتصاد قوي، كانت لسه ما فيش احتراف كبير. دخلنا بفترة احترافية، كان كابتن حسن كمل فيها وكابتن خطيب كمل معاهم لانه كان متواجد في مجلس الإدارة في الزمن ده كله. مزبوط. خد خبرات عاليه قوي، كتيره قوي، خد منهم مناصب مختلفه طبعا. لا وكمان عايز اقول لك حاجه، جميل قوي انك تبقى رئيس النادي بتاعك نجم كبير كمان، يعني زي كابتن محمود الخطيب. دي حقيقه احنا بنبقى سعداء، اي رئيس نادي للاهلي احنا بنبقى سعداء بيه، لكن كمان لما يكون نجمه كبير وحاجه كويسه زي الكابتن صالح وزي الكابتن حسن وزي الكابتن محمود الخطيب، انت بتحس انك انت سعيد جدا بناديك، والايام اللي جايه النادي الاهلي بيدخل في معترك اخر، معترك اللي هو عاوز اكلمك ان انت خلاص احنا حته العالميه احنا اللي بنبص فيها طول الوقت دلوقتي، لانه النادي الاهلي تخطى حته دوري وحته كاس وحته المكاسب الداخليه. لا احنا طول عمرنا بنتكلم وبنتاثر بيها يا كابتن اسلام، ببطولات افريقيا، بطولات كاس عالم، وبنتمنى ان احنا نبقى في ناس كتير، في انديه كتيره تبقى قوه نعمل لمصر زي النادي الاهلي. ولكن في الوقت الحالي انا شايف ان النادي الاهلي يمكن اكتر حاجه هو ومحمد صلاح اللي قوه ناعمه رياضيه لمصر يعني. طيب كابتن شريف بقى، خلينا ننتقل الى جانب اخر وهو جانب الفني شويه في كره القدم. مباراه الحرس الوطني، مباراة الذهاب، يعني انتوا اتكلمتوا عنها كتير في الاستوديو التحليلي، ولكن كيف ينظر موسيماني للمباراة القادمة في ظل ان انت برضو عندك الاداء لم يكن جيد في هذه المباراة، للمباراة الاولى، لكن النتيجة في الاخر هي تعادل ايجابي. هي تعادل ايجابي بس هنا المباراة هتختلف في ظل اجواء تانية خالص، في مناخ تاني خالص، في وجودك على ارضك، على ارض يتلعب عليها كورة. احنا كنا بنلعب شكل الارض حلو، دايما افريقيا كده على فكره شكلها حلو، بس حفر والكره بتطب، وكره جت لطاهر محمد طاهر عشان يحطها طبت منه، ما عرفش يعمل توازن مع الكره. أيوه. ففي في ظل التواجد هنا في مصر هيبقى في الشكل وحريه اداء اللعيبه في الملعب، اعتقد هيكون ده الطبيعي بتاعهم. نعم. يعني من هنا نقدر نتكلم ونتحاسب، من هنا نقدر نقول احنا الشكل اللي كنا لازم نكسب فيه 3 4 هناك 5 هنا، اعتقد الحكايه هتبقى اسهل بالنسبه لك انك تقدر تتعامل مع الفرص اللي هتجيلك، تتعامل مع الشكل الفريق كله، تعويضا ببعض النجوم برضو هيكونوا معاك في المباراه. ما افتكرش ان الحكايه في الدور ال 32 صعبه قوي بهذا الشكل مع الفرقه اللي هي كانت بتلعبنا. كل اللي كان عليك هناك انك انت جبت جول وعايز تخرج سليم. ما عملتش الاكتيفيشن اللي هي بتاعت الشوط الثاني اللي تخليك واحد واثنين. مظبوط. يعني اتحركت بعد ما تعادلت وليك ضربه جزاء صحيحه 100%، انما كان فيه وقت ما انت بتحب بتلاقي نفسك وبتروح وبتحقق النتيجه اللي انت نفسك فيها. تقييم اداء مستر موسيماني زي ما انت بتقول لي او تقييم الفريق ككل، انا ما اقدرش اتكلم على المباراه دي في شكل، ولكن احنا بقينا في حته كابتن اسلام، بقينا زي ليفربول كده، وبقينا زي بايرن ميونخ، بنتحاسب على كل ماتش بنلعبه. حتى لو حبي، حتى لو فريندلي ماتش احنا بنجرب فيه لعيبه معينه عايزين نشوفها زي محمد محمود او حد راجع من اصابه او اي حاجه، بقينا مطالبين بالفوز فقط. وصلنا لمرحله بعد فقدان الدوري والمباراه بتاعه السوبر ان احنا بقينا السوبر يعني محلي. حاطين اللعيبه حطت نفسها والاداره الفنيه وكله في حاله لا نقبل الا الفوز فقط. حتى لما تعادلت بره تعادل ايجابي، وده شكل كويس قوي، تروح افريقيا وتتعادل ايجابي وترجع 1-1، ده احسن من اي نتيجه تانية. عندك مليون فرصه هنا انك انت تادي وتكسب زي ما انت عايز، انما بقى مرفوض للنادي الاهلي ان انا اشوفه في حاله تعادل. لازم اشوف النادي الاهلي زي ما عودني
زي ما كان عادل بيقول دلوقتي بقى النادي الاهلي ومحمد صلاح. محمد صلاح بقى مطلوب منه كل ماتش على الاقل لازم يجيب جول. مش لا ومش اي جول. مش اي جول شويه بعد قليل. ومن شويه صلاح كمان عمل حاجه جميله جدا. فهو ده بقى النادي الاهلي المطالب دايما باسعاد الناس وبابهار وبامتاع وبنتيجه. ما بقاش عندنا في المرحله دي خصوصا احنا عندنا بس فتره كده بدايه الدوري، لو في كاس مصر هيتلعب هيكمل افريقيا مش عارفين المنظومه هتمشي ازاي الفتره اللي جايه دي، انما لازم يبقى في توازن في الاداء وتوازن في النتائج. هو ده اللي هيمشي الدنيا السنه دي باذن الله على خير. يعني كابتن عادل امتى هنشوف التوازن اللي الكابتن شريف بيتكلم عنه سواء في الاداء او في النتيجه؟ طب هو المباراه اللي فاتت انت بتتكلم على دور 32 انت المفروض انك تبقى حذر جدا فيه. الحاجه الثانيه المهمه كابتن اسلام، انت ممكن تلعب مباراه لازم تحاسب قوي. ليه؟ لانك ممكن مباراه زي دي لا قدر الله ممكن تقعدك سنه في حلم انك تروح افريقيا تاني او تاخد افريقيا. فلازم كل وقت وليه او كل مباراه وليه حذر. نعم. انا شايف انه كان المفترض انك تخلص المباراه من هناك، وكان المفترض انك انت تستغل الفرصه وكنت تدافع احسن وتطلع تجيب جون تاني وجالك بنالتي وما تحسبش. ولكن في اخر الامر خلينا نبقى واقعيين، نرجع هنا ونرجع هنا لازم ناخد الموضوع بجديه زي ما اللعيبه اكيد هتاخدها بجديه، وانك انت دي كره قدم لازم تامن كويس، لازم تكسب المباراه. لكن بالنسبه لسؤالك كابتن اسلام امتى ان الواحد لما تدخل بقى في الحته انك انت كموسيماني وكتيم النادي الاهلي يعني توصل للدرجه انك انت تعرف انه ان الجمهور في الوقت الحالي عايز اداء مع مكسب. خلي بالك النادي الاهلي لما بيوصل لمكانه يعني الناس زعلت ليه في بطوله الدوري وزعلت ليه في السوبر، لانه شايفك انك انت الافضل وانك انت الاحسن. فيجب انك تحذر كويس، يمكن مستر موسيماني لازم يحذر الايام اللي جايه دي، ولازم اكيد هو عارف ان النادي الاهلي لا يقتنع ولا ده جمهوره. امبارح قال الحقيقه معانا برضو على شاشه قناه الاهلي قال لك يعني اتمنى ان تصبروا عليا شويه لانه كان عايز يتكلم عن الصفقات الجديده والكلام ده كله، ولكن عشان ده مهم جدا موضوع الصفقات الجديده برضو وامتى هتخش وامتى ممكن نشوفها بشكل كويس. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم او نكمل بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، دور الصفقات الجديده خصوصا انها مش هتبقى موجوده في هذا الدور في البطوله الافريقيه، ولكن على الجانب الاخر مع بدايه الدوري ممكن نشوف كل الصفقات الجديده. دايما لما بيبقى عندك صفقات جديده وجماهير النادي الاهلي شافتها قبل كده في مقابلات احنا لعبنا معاهم في افريقيا ومنهم لعيب جاب فينا جول في المقص حاجه ميكسوريا. فلما بتبقى شايف لعيب زي ده وتشوفه هيلعب في ضمن صفوفك بيتحرك في المنطقه اللي انت اللي هي اخطر المنطقه اللي هي بتبقى انت ال 11 بيلعبوا او ال 10 بيلعبوا عشان يوصلوا المنطقه دي، وتترجم الحكايه بهدف، تترجم الحكايه بانهاء الهجمه زي ما انت بتتمنى، تترجم الحكايه ان انت بتبقى تكسب 1 2 و3 و4. فالعوامل الرئيسيه اللعيبه اللي هي الجامده اللي تقدر تخليك عندها حب للتهديف، عندها حب للزياده، عندها حب الاحترافي ان هي تبقى موجوده في فرقه كبيره زي النادي الاهلي، هو ده اللي بيتشوق ليه جماهير النادي الاهلي. ايوه. او كلنا بنتشوق ان احنا يبقى عندنا اعمده رئيسيه في كل خط بيلعب في النادي، من كان من الديفنس ورا لنص الملعب، عايزين 2-3 بلاي ميكر، يعني مش قفشه لوحده. عشان ما نقولش هو احنا النهارده هنلعب 4-3-3 ده ما فيش قفشه، يعني هنغير تدويره الملعب كله. التطلع للعيبه اللي هي بتيجي زياده دي او انت بتشوفها بتقدر تنتقيها وبتبقى عايزها تبقى ضمن المنظومه اللي عندك، هو ده اللي انت بتبحث عنه. هل الكلام ده هينسجم بقى مع النادي الاهلي اللعيبه اللي جايه دي؟ ده من اصعب الاشياء انك انت تخش جوه النادي الاهلي وتقدر تتكيف وتقدر تدي نتيجه، وجماهير النادي الاهلي ما بترحمش، عايزك من اول ما يصفر وانت جوه خلاص تمضي، الموضوع انتهى، تمضي تقول انا بالقلم الحبر كده انا موجود. فهي دي بتبقى طيب صعوبه التواجد يعني. كابتن عادل بتضحك على ايه؟ لا علشان الحته اللي الكابتن شريف اتكلم فيها في الجمهور بتاع النادي الاهلي بينخدع في حاجه بسيطه قوي، ان هو محتاج الصفقه الجديده
تيجي تكسر الدنيا مره واحده. ده ما ينفعش في الانديه الكبيره. الانديه الكبيره لانه جاي على لعيبه كويسه. هو ليه بينفع في الانديه الصغيره؟ لانه اصلا لما بيجي لعيب كويس قوي في نادي صغير ما بيكونش فيه لعيبه كتير قوي في الفرقه نجوم او لعيبه جامده في الفرقه، فبيجي يبقى واضح قوي، فمن البدايه بيبقى عنده وضوح. لكن لعيب النادي الاهلي بيجي على منظومه قويه، لعيبه قويه. يا كابتن اسلام، الحاجه الثانيه المهمه ان هو لما بيتاقلم بيقعد فتره طويله علشان ياخد وقته في اللعب، لانك انت ما مش انت بتجيب لعيب في احتياج ليه، ولكن مش في احتياج ملح دلوقتي، انت بتجيبه علشان يتبادل. زي دلوقتي مثلا محمد هاني واكرم توفيق، الاثنين انا في رايي من افضل اثنين باكات رايف في مصر في الوقت الحالي. الاثنين ده تعمل انت كمدرب هتعمل ايه فيهم؟ وانت كمنتخب هتعمل فيهم ايه؟ ما دي حاجات دي بتبقى الحيره اللذيذه في النادي الاهلي. ولكن الضحكه بتاعتي دي كانت علشان حته الناس لازم تصبر على صفقاتها، ولازم تعرف ان مش ضروري الصفقه تلعب على طول. بس الناس عايزه ميسي وعايزه نيمار وعايزه كريستيانو رونالدو، خاصه النادي الاهلي او الانديه الكبيره. حتى كريستيانو حتى يعني عايزين النوعيه دي اللي هي اول ما تنزل الملعب. ميسي لما راح باريس يقول لك ايه، انا هستحمله بس ده عنده يعني. وبعدين الحته دي ها كابتن، ميسي لما راح باريس ما في نيمار ثلاثه، لا في نيمار، في مبابي برضه، مش زي ما كان في برشلونه لوحده. انت فاهمني؟ فهي دي الفلسفه بتاعت الاستقطاب اللاعبين. لما تيجي تجيبهم انت بتجيب اللاعب اللي يقدر يخش جوه المنظومه، ممكن ما يكونش فنيا الاعظم والاحسن والافضل، لكن يقدر يلعب في منظومه زي منظومه النادي الاهلي. وكم من لعيبه كتير قوي جت النادي الاهلي كنا بنقول عليها ان هي تبقى لعيبه، لكن ما عندوش شخصيه الاهلي. فاهم يا كابتن اسلام؟ دي نقطه مهمه جدا. الجمهور عايز حق، الجمهور عايز شخصيه النادي الاهلي. الجمهور بسرعه شخصيه قويه، الجمهور مش لا يرحم، انما يعني بس خد بال حضرتك كيان النادي الاهلي كبير قوي. خد بالك ان كده تبقى موجود معايا، لانه خلي بال حضرتك برده، بس ما هو الجمهور ده اللي بيحطك في السما يعني. ما هو في نفس الوقت هو الجمهور اللي بينتقدك واللي بيقول لك ان انت كذا وان انت كذا وان انت، ولكن في نفس الوقت هو الجمهور ده اللي بيحطك من في السما. هو من حقه، الجمهور عايز يتفرج، الجمهور عايز يتمتع، الجمهور عايز يفرح بفرقته، عايزك تبقى الافضل دايما، لان انت دايما عودته على كده. بس هي فلنه الاهلي تقيله تقيله على اي لاعب. خلي بالك الموضوع ده صعب جدا. انت عارف ان اي لعيب بيلعب في النادي الاهلي بيروح منه حوالي 20-25% من قيمته كلاعب قوي من المنظومه، بيدخل ينصهر جواها. ممكن يكون عنده حاجه فرديه كويسه ما بيقدرش يعملها في 100%. لا بس ده على حسب الشخصيه كابتن. ايوه على حسب الشخصيه. انا معاك بقى في عادل خدني الحته، هو كان موجود فيها وبيمرن في النادي الاهلي سن معين اللي هو منه للدرجه الاولى الفريستيم. انا بحس يا عادل ان اللعيب اللي بيطلع من عندي المهمه بالنسبه له اسهل من اللعيب اللي بيبقى جاي من بره. يعني زي حسام حسن مثلا اللي جه. حسام حسن داخل في وسط المنظومه وبيأدي لعبه اللي كان بيلعبه عادي في اي نادي، انما ضغط الفوز وضغط البطوله وضغط ده في الناشئين اللي انت مربيهم وهم طالعين متعودين على نفس الصفه دي ونفس الشكل ده. فاللي بيجي من حتته هو. عشان كده عمار حمدي يا كابتن عادل واحمد عبد القادر عندهم يعني ممكن تلاقيهم، او عمار تحديدا يعني ممكن يبقى عنده بما انه من ابناء النادي الاهلي يعني. بص عمار اقول لك حاجه مهمه عليه، لان انا عرفته عن قرب ولعبته معايا فتره طويله قوي. لما اول ما جه من النصر جبناه، جه قعد معايا فتره طويله يعني ولعب معايا مباريات كتير. على فكره عمار من افضل اللعيبه اللي في مصر في الوقت الحالي من حته الطرف اليمين او الطرف الشمال او جوكر كلاعب جوكر. يمكن انا كنت بشبهه اول ما شفته بمحمد بركات، دي حقيقه يعني. الشخصيه بتاعت عمار نفسها شخصيه قويه. لما راح الاتحاد في اول اعاره ليه لما جه من النادي الاهلي وراح، فاول مباراه والثانيه والثالثه اثبت ان هو لعيب كبير. الحاجة المهمة عمار لو ظبط مرة واثنين وثلاثة وركب بلغة الكرة يا كابتن اسلام مش هينزل تاني، وهيبقى لعيب قوي جدا. هو من اللعيبة الكويس، ولكن زي ما احنا اتفقنا انت مش هتبقى اول ما نشوف النادي الاهلي. ما هي دي مهمة يا كابتن اسلام، لازم نخلي بالنا. مفيش لعيب بيبقى اول ما نشوف النادي الاهلي. طبعا ليه؟ ايامكو انتوا كنت فرقه عظيمه بتكسب كل حاجه، كل بطولات، وكنتوا كلكم لعيبه كويسه. محمد شوقي في نص الملعب، وفي حسام غالي، وفي
تريكا عماد متعب وفي تريكا وفي يعني تيم كوره وبركات ووائل جمعه وفلافيو يعني جلبرتو. تيم كوره وسيد معوض واحمد فتحي بكر وعصام الحضري حارس مرمى كان لا كنتوا فرقه قويه ولكن تقدر تقول لي هل واحد فيكم هو كان النجم الشباك لوحده؟ لا كل واحد كان بيعمل اللي عليه مفيش نجم شباك بيعمل. كل واحد المكونات والشخصيات اللي كان بيقول عليها عادل الدين بتنزل بتبان يعني انت في ناحيه الوينج رايت او الباك رايت انت عندك تعليمات وعندك اسلوب لعب بيخليك متفوق في الحته دي تفوق جنب محمد شوقي جنبك ابو تريكه جنبك بركات جنبك الناس دي هم المساعده كلها انها تخلي فلافيو ومتعب في السما فوق واحسن مشروع اتعمل اللي هو الاعراض انتج لك انتاج غير عادي انتج لك عمار حمدي انتج لك اكرم توفيق عبد القادر وكم من اللعيبه كتير في محمد عبد المنعم بره لسه ممكن يرجع في وقت من الاوقات احمد ياسر انتج لك عندك 4-5 دلوقتي في التشيك ده الجديد لا وعندك حاجه والاجمد بقى يا كابتن اسلام اللي هو ايه انت بتتكلم في ناحيه اقتصاديه كره القدم بقت صناعه ما فيش حاجه اسمها تستهلك بس او انت تبقى مستهلك يعني كقطاع ناشئ يعني. لازم تكسب ما هو في خطين في الانديه الكبيره في خط دلوقتي انك انت يبقى البطولات. معك مال كويس وبطولات علشان تجيب بطولات لازم يبقى معاك مال كويس عشان يبقى معاك مال كويس يبقى انت لازم تستثمر في لعيبه النادي الاهلي عندك قوه قويه جدا تحت ممكن تستثمرها انت تقدر تعمل ملايين الملايين من قطاع الناشئين وده بدا يتعمل الايام اللي جايه بقى اللي الناس لازم تعرفه انك انت لو طلعت 2-3 لعيبه من قطاع الناشئين لو ترجمتهم مال وفلوس لو اشتريتهم من بره هتلاقيهم ب 50-60 مليون جنيه انت فاهم صح. يبقى انت هنا بتوفر عشان كده بقول لك دايما المفترض ان الناس اللي بتبقى تحت افضل من الناس اللي بيمرنوا فوق ودي قضيه لازم الناس تبقى فاهمه مش المهم يبقى المدير الفني بتاع الفريق الاول مدرب جامد ممكن يبقى مدرب جامد ولكن اللي تحت زيه لازم يبقى اجمد منه في الاطار ده وده التطور اللي احنا شايفينه يا كابتن في اطار التطور اللي بيعمله كابتن خطيب في قطاع الكوره الحقيقه اعتقد وجود مدير فني اجنبي مع وجود كادر محترم خالد بيبو كمدير لقطاع او رئيس لقطاع الناشئين اعتقد ده شيء جيد جدا وكل الكوادر اللي موجوده بل كابتن خطيب بالمؤسسه كلها رفع الحاله التسويقيه في الاربع سنين اللي فاتوا للنادي الاهلي وصلت لمليار وشويه وهي اصلا ممكن توصل ميزانيه 2 مليار ونص امبارح اصلا هي توصل ل 3 مليار الانكم اللي بيجي لك عشان كده الناس يقول لك ايه هو اشمعنى الاهلي بيعمل الاهلي صاحب البطولات الاهلي صاحب الفكر الاهلي عنده نظام ودستور بيمشي عليه اللي هو تحقيق الهدف تحقيق الهدف ده بالشغل وبالعمل وبالمجهود عشان كده لما انت بتتعادل ولا بتخسر بطوله ولا حاجه بتبقى كارثه لان ازاي احنا بنعمل كل ده وانت مع الضغط النفسي مع وجود كورونا مع 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 انت برضو الحاله التسويقيه بتاعتك انت نمبر 1 انت اللي موجود على الساحه اذا كانت المحليه والدوليه فزي ما انت اتفضلت وقلت دلوقتي كابتن خطيب والمؤسسه كلها بتعمل على رفعة اسم النادي الاهلي فوق عاليا بصراحه ومن يوم ليوم التطور اللي احنا بنتكلم عليه انا وعادل في تطور موجود بيواكب الزمن كمان انت بتواكب الزمن اللي حواليك ففي مؤسسات وفي شركات وفي فانت بتخطط مش للكام سنه اللي احنا قاعدينهم دول لا انت شكل كده بتخطط لمستقبل كبير قوي وان كان من 10-15 سنه قدام ازاي هنواجه الفتره اللي هي جايه دي طيب هنكمل كلامنا مع كابتن شريف وكابتن عادل ولكن بعد هذا الفاصل وهنتكلم عن محمد صلاح لان كابتن عادل عايز يتكلم عن محمد صلاح فهنتكلم اكتر عن محمد صلاح وما يفعله هذا النجم الاسطوري الحقيقه في كرة القدم العالمية ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين كابتن شريف محمد صلاح هو ايه اللي انت عايزني اروح طيب عادل عايز اتكلم على صلاح لا يعني انا وانت المرة اللي فاتت اتكلمنا انا بقول لو انت حبيت تعمل اعلان سياحي لمصر تدفع فيه كام؟ تدفع فيه قد ايه؟ كتير ولو كل اسبوع تطلع ساعتين محمد صلاح يبقى اعلان لمصر ده كل اسبوع ممكن 3 مرات في الاسبوع في 6 ساعات يعني فمحمد صلاح ما بقاش مجرد لعيب كره بس محمد صلاح بقى ثروه قوميه لمصر دي الحاجه الثانيه المهمه ان احنا ارجو يعني ان الناس تحافظ عليه شويه في ناس طبعا بتحبه جدا وتحافظ عليه لكن في ناس
يعني تحب النقد والحاجات دي. فخلي بالكم احنا لما يعني ما حصل لناش الموقف ده قبل كده. ما جاش لعيب دلوقتي مصنف افضل لاعب في العالم، محمد صلاح افضل لاعب في العالم. محمد صلاح بيعمل لك خدمه كبيره في مصر، بيعمل خدمه كبيره كبيره قوي لبلده يعني، فيجب ان احنا نحافظ عليه. وبعدين احنا ما غرناش بقى ان محمد صلاح مصري قدر يعمل، يعني عندنا لعيبه كتير قوي، عندنا لعيبه ممكن تعمل صلاح. اسمع مني وانا بكلمك، يعني انا بشكر برضه وزير التربيه والتعليم الحقيقه، لانه حط صلاح في مناهج التربيه والتعليم. انا نفسي بقى الهدف يحطوا الهدف في محمد صلاح جديد. ايه هو؟ اول حاجه محمد صلاح بقى قدوه للشباب، ممكن يطلع لعيبه كتير. انت قلت لي على اللعيبه اللي راحت شيك في النادي الاهلي 5 لعيبه، ودي خطوه جيده. انت تعرف يا كابتن اسلام، لو بدات باللعيبه الصغيره تقدر تتعلم الاحتراف الحقيقي، لانه هو اللي فرق ما بين صلاح وما بين لعيبه في مصر كتير. صدقني في لعيبه كتير قوي مهاريا كويسين وامكانياتهم الفنيه ممكن مش هقول لك زي صلاح، لكن يقدروا يعملوا حاجه كويسه. لانه وكمان يعني صلاح ده زي ميسي وزي كريستيانو، مش هيطلع الا واحد الا كل فتره، زي مارادونا في الارجنتين طلع فتره، يبقى عندنا واحد صلاح. لكن يقدر يبقى عندنا 50-60 لعيب تحت صلاح، يعني زي 20-30 تريزيجيه. في لعيبه كتيره اللي بتلعب في اوروبا في الوقت الحالي. علشان كده بقول لك لازم نفتح شويه، افتحوا للعيبه، خلوا اللعيبه تنتشر في العالم كله، بس من الصغر وليس من سنهم لما بيكبر. لانك انت بتتكلم في عقليه او عقليه احترافيه. يعني محمد صلاح اللي فارق معاه فكره كمحمد صلاح، فكره ازاي ان هو يخرج من مجد المجد تاني من غير ما يتاثر. اللعيب لما بيخرج بدري ممكن يتعلم الصفات اللي اتعلمها محمد صلاح. قعدوا يتريقوا البعض، يعني قعد يتريق على محمد صلاح، قال لك المينتاليتي بتاعت اللعيب الكوره لازم تتغير، فالناس اتريقت، انا اتكلم عربي بقى يا عم وبتاع مش عارف ايه. دلوقتي اعتقد ان الكلام اللي هو قاله ده من سنتين اعتقد او من 3 سنين، لما كان قبل ما يروح ليفربول كان في روما او في فاعتقد الكلام ده بيتم بيحقق دلوقتي، بمعنى ان الفارق ما بين محمد صلاح واي لاعب في مصر احترف في الخارج تفكير. تفكير والتزام. محمد صلاح ملتزم جدا. محمد صلاح يملك من الامكانيات في اللعبه نفسها سرعه فائقه، سرعه هائله جدا. يمكن عادل بيقول انا ممكن يبقى عندي كذا ولد ناشئ عنده الموهبه وعنده كل حاجه، بس ربنا مدي صلاح سرعه تفرق بيه عن اي حد تاني. صلاح لو اترميت له الكوره وراح بسرعته دي وراح على الجول بيعرف يتصرف دلوقتي. خلاص صاحب الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. صلاح عرف النو هاو بتاع الحكايه مع اعتى اللعيبه موجوده، مع الدفاعات القويه جدا، ففهم ايه اللي مطلوب منه داخل المستطيل، وخاصه في البلاد اللي انت زي ما انت قلت اتدرج فيها من عند سويسرا لتشيلسي رجع لايطاليا. لا قبل روما كان في نابولي. لا اسمها فورنتينا. بعدين راح رجع تاني تشيلسي، تشيلسي راح لروما، روما ومع مدربين ايه بقى؟ مورينيو فرق معاه سباليتي. يعني عنده كذا مدرسه اشتغل معاها. المفهوم اللي عادل بيقول ازاي بقى بيعلى يوم عن يوم يوم عن يوم يوم. النهارده فعلا النضج اللي هو فيه داخل الملعب وفي الشكل التنفيذي اللي هو تحت الضغط النفسي اللي بيطلبه منه عشان تبقى من احسن لعيبه وتتحط في من احسن 10 لعيبه في العالم وتروح على مسابقه احسن لاعب في العالم من ضمن احسن 3، عنده مجهود كبير جدا بيبقى تحت ضغط نفسي عليه. لازم هو نفسه صاحب الاراده دي، هو نفسه غير اللي انت بتتكلم عنه بقى الشق المصري اللي احنا النهارده بنتكلم عنه في مباراتين جم على ارض ما يتلعبش عليها كوره وطالبين منه ان هو يبقى الساحر علاء الدين جوه الملعب مع اي حد، ولو عمل كوره اسيست ولو عمل لرمضان صبحي كوره بسهوله كده وجيبها جول وما اعرفش ايه. اتمنى ان في لعيب عندي يقدر يودي لعيب تاني للجول ويتفانى، ما بيفكرش يشوط، ما بيفكرش، بيدور على فرقته، هو واحد منهم، بيدور على المستوى، بيدور على كاس العالم فعلا، بيدور على حاجات كتيره. خلي الناس فاهمه، الناس فاهمه دلوقتي، وربنا بينصره يوم بعد يوم.
النهارده وامبارح هو ايه اللي اتغير؟ اقول لك ايه خليه يتكلم شويه. اقول لك ايه يا كابتن، احنا قاعدين نسمعه. اسمع كابتن شريف، ايه اللي فرق محمد صلاح السنتين اللي فاتوا؟ في جوه محمد صلاح نفسه، محمد صلاح لو انت فاكر انه كم الجري اللي كان بيجري كتير قوي، محمد صلاح كان بيضيع جوان كتير. كان بيضيع جوان كتير ليه؟ لانه كان بيعمل كم جري كتير، فلما بيدخل على الجون الباور بتاعه بيبقى اقل. لكن دلوقتي هدي محمد صلاح، نضج نضوج كبير قوي بيدخل. انت حضرتك قلت لي ان هو غير حاجه في نفسه. اه هي دي هي دي. هقول لك، محمد صلاح كان في الجري الكتير جوه الملعب، ويمكن كان بيخليه لما يوصل على الجون، اي لعيبه يا كابتن بيلعب بيروح على الجون عشان يجيب جون، بيبقى ناقص في الباور بتاعه مش اقل من 30 40 50%. ليه؟ لانك عمرك ما بتجيب جون وانت واقف. طبعا انت لازم بتكون جاي من مشوار او جاي او بتحرك كتير الحاجات دي. فمحمد صلاح كان بيجهد نفسه ازيد، كان بيجري كتير بيجري كتير بيجري كتير. دلوقتي خلاص محمد صلاح دلوقتي نضج لدرجه ان هو فينش. الاجوان بتاعته كلها رايح على الجون فينش. عنده باور 60 70%. دلوقتي خلاص الدوري ازاي يخلص الكره جوه الجون بقى قوي وهو رايح على الجون. ده اللي غيره محمد صلاح. عارف كان عندنا محمد بركات زمان، كان الناس لما تتفرج على محمد بركات كان يقول عليه ده مكوك ما بيقفش. محمد صلاح كان بيقف، محمد بركات كان بيعرف يخزن يريح ويعمل لعبه اثنين وبعدين يقف. بركات كان بياخد اللقطه الاخيره بس. ايوه ما هو ده ذكاء، ده بيريح له ربع ساعه. ما تدخلش جوه الجيم على طول، ما فيش حد يدخل جوه الجيم على طول ويبقى كويس، لازم تخرج. محمد صلاح دلوقتي اتفرج عليه ما بقاش يجري على اي لعبه، ما بقاش محمد صلاح يجهد نفسه في الحاجات اللي هو كان بيعملها قبل كده، علشان لما يروح على الجون تبص تلاقي الاجوان اللي جابه في جونين ورا بعض، جابهم اللي هو الجون في مان سيتي واللي بعده وبعديه على طول الاسبوع. والنهارده النهارده برضه رقصوا 4-5، ده عدى من 5-6 النهارده وراح شايفها. لكن الاجوان دي اللي وقف بيها جوه ال 18 اللي خلاه يوصل انه ممكن يبقى عنده جهد في واحد واثنين وثلاثه واربعه مليان لسه في انبوبه الاكسجين الباور عنده لانه ما جراش كتير على رجله. فدي ما دي الخبرات ودي النضج. ومحمد صلاح الشاطر، يعني تقدر تقول عليه لعيب شاطر عنده فكر، واللعيب اللي عنده بقى اسيستنج كمان. ما هو ده فكر، بيشوف ساديو ويلعبها له ويشوف بقى بيفكر بقى بيركز. لا وبعد اللعيب لما بيركز في الملعب بيبقى حكايه تانية خالص، وخاصه لو كان لعيب كويس. ادام ركزت وعندك زي ما تقول واقف على رجليك خلاص، تعرف تعمل الباس، تعرف تشوط، هتاخد القرار السليم. ممكن نشوف محمد صلاح تاني يا كابتن قريب في السرعات دي؟ لا صعب قوي. لا محمد صلاح بقى كله على بعضه وسرعه. لا هنشوف حد هنشوف حد مدملك كده زي مارادونا. انما سرعه صلاح في الانطلاقات دي يا رب اتمنى يعني. ممكن تشوف محمد صلاح لو غيرت الناس المسؤوله عن محمد صلاح اللي هم يعملوا محمد صلاح. المنظومه نفسها. انت عمرك ما هتجيب صلاح اللي هتجيبه عشوائي، لان ما فيش منظومه تعمل صلاح في مصر. خلينا نتكلم كلام منطقي، مش هتلاقي. ولكن انا عشان كده بقول لك ايه، انا عاوز اتغلب على الموضوع ده، لانك ما عندكش التنظيم اللي ممكن يوصل لعيب يبقى بقوه محمد صلاح. انت تطلعه صغير علشان يبعد بسرعه عن الاخطاء اللي بنعملها هنا في مصر. انا بقول لك كابتن اسلام، اول اخطائنا انت بتشوف مدربين قطاعات الناشئين كلها، اول ما مدرب بيبطل كره بيحطوه كانها مكافاه في قطاع الناشئين. انت بتعمل ايه؟ انت اول اللعيب لما بيبقى عنده 5 6 7 8 سنين، دي البدايه انك انت لازم تحط فيه الحته الاحترافيه، تحط فيه المهاره، تعلمه كرة، تحط صح. فيه كل حاجه. ده البناء صح. البناء الاولاني. انت اصلا البناء الاولاني انت قلب الهرم، انت بتدي للمدرب الصغير فلوس اقل من الكبير. فايه اللي بيحصل؟ هتلاقي كل المدربين الكويسين بيجروا على فين؟ على فوق. بيجروا على فوق ان هم يمسكوا في فرقه عشان يبقى في فلوس. لا، ادي للمدرب الصغير، ادي له رقم اعلى هيقعد لك لانه هيوفر لك اكتر. تخيل انت لو جبت مدرب قوي جدا واديته فلوس كويسه قوي وطلع لك 10 لعيبه كويسين، هيوفر لك ملايين هتشتري بيها، تبقى انت اللي كسبان وليس هو. فعشان كده المنظومه لازم تتغير. اخيرا يا كابتن شريف، الدوري السنه دي هيبقى مختلف؟ دوري والله احنا يعني زي ما انت بتقول هيبقى مختلف. احنا بيتخللنا تصفيات كاس عالم وبطوله افريقيا وبطوله افريقيا انديه، عندنا كاس عرب، كاس عرب، عندنا حاجات كتير قوي بقت اقوى من الدوري. ف
ما هي الا نافذه للراجل المدرب الفني بتاع كيروش بتاع المنتخب انه بينظر من خلال في كل استراحه شويه كده بينظر على بعض اللاعبين الجدد اللي هو يقدر يجدد بيهم دم الفريق القومي. أيوة. يعني كابتن عادل الدوري السنه دي اقوى؟ هيبقى في توقفات وهتخليه اقوى كتير. توقفات هتخليه اقوى؟ لانه هيبقى في نتائج غير متوقعه. انت عارف لما الدوري بيتلعب على طول بيبقى الاقوى واللي شغال الاحسن، لكن انت لما بتعلى والريتم بتاعك ينزل تاني وبعدين تعلى تاني وحد تاني بيعلى ففي تذبذب، فهتلاقي فيه يعني هيبقى فيه صعوبه شويه. او مفهوم الانديه اللي داخله جديد علينا ومفهوم الانديه كلها باللي شافوه السنه اللي فاتت اعتقد هيكون عندهم يعني صراع اقوى. يعني احنا عايزين نقول ان الانديه اتعلمت دلوقتي ان من بدري بدري لازم يكون ليهم وجود يعني. فدي هتقابل الاربع خمس انديه. البرنامج اللي تقدر تعمله كمدرب في الوقت الحالي في انك انت هيبقى عندك 6-7-8 توقفات، انت هتتكلم على انك بتعمل اعداد بدني بيتخلله مهاري حاجات كتير في الكوره يعني. انت ما تقدرش تشتغله بانتظام، فايه اللي هيحصل؟ بص تلاقي في نزول وطلوع. اكتر ناس هتتعب في الامر الفرقه اللي عندها لعيبه في المنتخب كتير. مزبوط. علشان كده الحاجه اللي هي انا سعيد بيها مدرب المنتخب ما بيعتمدش دلوقتي الا على كمان اللعيبه المحترفين بره، حتى لو مستواهم اقل شويه بس هو بيعتمد عليهم عشان دوريهم منتظم. فاتمنى ان يبقى عندنا دوري منتظم. كل التوفيق ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. شكراً انا كابتن عادل على وجود حضرتك معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره ان شاء الله في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من البيت الكبير.